راستي فكره في مهرجان او بشتي هكا اب صدد مشاريع هاتي تشيكرن الشنغالي دا خصوصا عليه تربيه وتعليم ما قالك تركيز اخا كربوا سر دا فبري وچن سالا مكاريم ام ابدها مدارس آوا بکن و دعمی قطع تعلیم بکن چه آتات و چه ترمیم و چه بینا ایروژی او اهدافت که مل برخ و دانین حقیقین هکا امد بینن ایرو بصدا طالبید ما عفوت بین معدلات باشتینین و وکا ودیتی ایرو مهرجان چه بوید هکا وان طالبا و عرود دوسا قدمان دین وط خوش قدمان دین او اهدافت هکا مدانین برین نوها هاكا ام كاربن احتفاليه كو ساتشي بكن مهرجانه كي ساتشي بكن والشنغال دام بيغرا وان في رساله بقدمين مهرجان جي هاتا شي كرن بدعم مبادره نادي امراض وان شاء الله افدعم هاري مستمر بشمونا شاتي دي الشنغالي اليوم ساشارك وياكم اغنية عراقية ام وال عراقي للفنانة ديانا كرزم بس بدون موسيقى قالوا لي ضاع الوطن وانباع بالمأساة قلت لهم تأدبوا لهنا وبسكم عاد هذا العراق الشهم قايد وما ينقاد وما يبقى اسم بغداد لا وديني وديني على بغداد روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد خالة وديني وديني على بغداد روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد يا خالة شفيج ما دل صبر بيا ميت على شوف دهل العظمية يا خالش فيك ما ضل الصبر بيا وميت على شوف دهن العظامية ومنك الروح الزور الكاظمية وايام هالحلوة يا ربي تنعاد خيانة حولي وصنعت قلما وملئتها بدم أجوالنا وبدموع أمهاتنا وامسكت بالقلم تلك الوالدة التي أكلت لحم ابنها ولم تعلم أدركت تلك الوالدة التي أكلت لحمها ولم تعلم وبعد ذلك شعرت بحزن شديد وقالت يا حبيبا انتظرته طوال سنين وتسعة أشهر لمجيئه إلى هذه الدنيا فلم أعلم أن ضمير والإنسان لم أعلم إن ضمير ولساني قد مات ولكثر اشتياقها لأبنها قالت هيا بني هيا بني أسرع أسرع وتعال إلى حضني اشتقت إليك ألم تشتاق لحضني ولحناني هيا بني هيا بني أسرع تعال تشرب فيها حليبك كل يوم وبعد ذلك تبكي وتنهار وتقول إنه خيال يا بني خيال قتلوك وبعدوك عني يا بني
العراق والتي بعنوان لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه. بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مدام خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه. 20 بيتا له من مثله حكم، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه. لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شباب للناس يا أبن الناس منقذة، ومن من الناس ساحيا ما به سقم. ألهم بالسين والأمراض زاخرة، حمل دلائل مهما أغلب كتم. لجرحك اسمه الندم. هل مات يوما حررك وطنا، ام تعات بديل انهوى العلم. من يندم الحد يطفأ عينه بته، لا عين للحد الا تبصر الهمم. كم خاب دمي بمن اهديته ثقتي، فاجبرتني على هجرانه اتهم. وكم صرت جسرا لمن احببته، فمشى على دموعي وكم زلت به قدم. فذاق قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي خلا ما له قيم. لن يأس توبي ولن الاحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب ضموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع عريق وهي تبتسم. وانجب همومك واسرج دهرها فرسا، وانهك كسيف اذا الانسان تلتحم. عدالت الارض منذ ان خلقت مزيفه، والعدل في الارض لا عدل ولا تمم. فالخير حمل وضيع طيب قريب، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين سوى الشآل راكبة، لتدمن الذئب إن الشمل ملتئم. كن دائم وكن لستا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجلد في التلاءم من ذهب، لهما تدعي بكل مغطها الإمم. وشكرا لاستماعكم. بریوان خیری شتێکی خۆش بوو. ئەس جوێ بێدرێ حادر بووی ماوە معرەت بەکریە. ئەوژی مەدڤێم ڕیساڵێکی ئەم بووە جهێنن ئەم بەقەدمێنن، و ئەفت شتێ وەها گەلێکی قەنجەش وەکە زەمش نەفسیەرا گەلێک تشتێکی خۆشە. وسا معرەدا شەوان بەکن فەعالیات هەبن نێف مەدارسادا بتر وكا شجاعتش مرة تشيد با تقامتي تقامتي كم تشيك ام تشني بتر بقدمين قالك شيء خوش بو. و يعني هلك ما هدفك هيا في شغلي ام رابوينا ام هدفك ام قهنا هدفك و ام دنج خو بقهينا عالمي وبطريقه رسم بطريقه في الجرور تشتكي فني اغنيه شعرك موالك تشكي كم بدري ام بشاركين هرك وكا رسالك بو هدفك بو ام برابينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات معالي وزير التربيه الدكتور ابراهيم نامس الجمهوري وايضا متابعتنا لان تكون عام 2024 عام الانشطه، كيف لا اليوم من ارى السنجار ان تقام هكذا احتفاليه وهكذا نشاط فني كبير، الا هو دليل على ان سنجار هو الجزء الكبير من محافظه نينوى من العراق. اليوم ادارات المدارس وطلابها وكل الكوادر التربويه وكل اهالي سنجار وسنوني يحتفلون بهذه المناسبه، سواء كان معارض فنيه او انشطه موسيقيه وغنائيه، هي جسدت على مدى حب الوطن وتماسك اهالي سنجار من اجل ان يكون القادم افضل لبناء عراقنا الكبير. جنابك كمدير عام تربية نينوى، كيف ترى دور مبادرة نادية في بناء وترميم وتجهيز المدارس؟ حقيقة هذه المبادرة دائما بصمة أمل لدينا، هذه المبادرة تنمي الشعور الكبير والمساعدة الكبيرة لرسم الفرحة والأمل على كل الطلبة والتلاميذ. بدورنا كمديرية عامة لتربية نينوى ندعم هكذا مبادرات باعتبارها تماسك كبير بين ابناء المجتمع الواحد. في جنوب الجبل هناك عده مدارس مهدومه لحد الان لم يتم ترميمهم، كيف ترون هكذا مدارس؟ ان شاء الله ضمن توجيهات دوله رئيس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التربيه وكذلك الحكومه المحليه المتمثله بمجلس المحافظه السيد محافظ نينوى، هناك خطط قادمه ضمن المديريه العامه لتربيه نينوى. هذه الخطط ستكون محل اهتمام من اجل ان نبدا بانجاز هكذا خطط وهكذا مدارس. رسالتك للسيده ناديه مراد على دعم القطاع التربوي في محافظه نينوى؟ انا اقدم شكري وتقديري لهذه المبادره ونقول لها ان شاء الله نامل ان يكون الكثير مثل هكذا المبادره. اقدم لها شكري باسمي شخصيا بكل العاملين في المديرية العامة لتربية نينوى وكل التربويين في قضاء سنجار. اهلا وسهلا. الحمد لله الوضع مستقر في قضاء سنجار والمدارس التابعه للقضاء من اكتمال المناهج ووجود المدرسين من اجل خدمه ابنائنا الطلبه. وحقيقه هذا المهرجان السنوي الاول هو اكبر دليل على وحده الصف الوطني في هذا القضاء وكذلك في محافظه نينوى. هذه المهرجانات هي تجسد الروح الوطنية بين أطياف الشعب العراقي، فهم كباقة الورد لا فرق بين مسلم ويزيدي ومسيحي، بل نحن جميعا أخوة نخدم العراق بأعيننا إن شاء الله. دورك كمشرف تربوي كيف ترى الوضع الأمني للدراسة خاصة في سنجار؟ الحمد لله الوضع الأمني مستقر جدا وذلك بفضل قواتنا الأمنية المتواجدة في المنطقة وكذلك بتواجد أبناء قضاء سنجار وتكاتفهم وتوحدهم من أجل دحر الإرهاب. وهذا الاحتفال هو رسالة واضحة هذا اليوم أن سنجار في مأمن وأمان إن شاء الله. شعبان عطيل الهيبي مدير قسم الإشراف الاختصاصي. شكرا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة كريمة من قسم تربية سنجار اليوم حضرنا إلى مهرجان الفني الثقافي الذي نظمته قسم تربية سنجار في ناحية سنونة، حقيقة إبداعات جميلة جدا من سفوح جبال كرسي قدمه إعدادية سنوني بقيادة المبدع البطل سيدو ومدير إعدادية سنوني. حقيقة اليوم شفنا مهرجان فني ثقافي من المسرحيات والشعر والغناء والرسومات كما عهدنا سيدو بالمهرجانات السابقة. إن شاء الله تربية اللعفر راح يكون متعاون الأول مع هيك أبطال اللي يقدمون مهرجانات فنية وثقافية. إن دل على شيء إنما يدل على أن سنجار مدينة السلم، مدينة التعايش، مدينة الأخاء. اليوم أنا رأيت سنجار عراق مصغر من الإخوان العرب والأكراد واليزيدية متلاحمين لتقديم الأفضل، ما يسر الجميع.
ما يبهج الجميع حقيقة. اليوم أنا سعيد جدا بين إخواني وأصدقائي من اليزيدية والأكراد والعرب المتواجدين في ناحية سلونية. هناك جهات يروجون بأنه سنجار غير آمنة، كيف رأيت سنجار من خلال هذه المهرجان؟ سنجار برهنت من خلال هذه الإبداعات، من خلال الغناء، من خلال المسرح، من خلال الثقافة بأنه سنجار أرض السلام. اليزيدية ناس مسالمين يحبون الخير للجميع، عندهم ثقافة فنية، فقط لأنهم شجرة مثمرة انضربوا بحجرة. سنجار يقدم الخير للجميع. سنجار اليوم عراق مصغر، هناك ناس مبدعين يقدمون الفن بجميع الوسائل. أنا اليوم حقيقة سعيد جدا بين إخواني في سنجار. إن شاء الله راح نبقى متواصلين بجميع دعواتهم، راح نشاركهم في جميع أفراحهم كتربية تل العفار. أنا مقداد محمد يونس، مدير النشاط الرياضي في تربية تل العفار.